بسم الآب والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. كل سنة وأنتم طيبين. ما هو لأسمعكم لا تسمعوني. لأسمعكم لا تسمعوني. أحبائي المباركين، نشكر الله صانع الخيرات الذي أتى بنا إلى هذه الساعة. نشكره لأنه إله رحوم، رؤوف، طويل الروح، كثير الرحمة. نشكره لأنه لا يعاملنا كحسب أعمالنا بل بمقتضى حبه ورحمته. نشكره لأنه دائما فاتح لنا أبوابه كما فاتح لنا ذراعيه، وهو الذي قال: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقلي الأحمال وأنا أريحكم. نجتمع أيها الإخوة النهاردة في عيشة في ليلة أو عشية الشهيد القديس العظيم الأنبا شنودة رئيس المتوحدين. ولما نتكلم على الأنبا شنودة رئيس المتوحدين نتكلم على قامة مصرية قبطية أرثوذكسية حتى النخاع. وزي ما قال الكتاب في الرسالة إلى أهل العبرانيين: انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. فأول نقطة هنتأمل فيها في حياة القديسين وحياة أبائنا الشهداء، أول نقطة هنتكلم فيها البيوت المسيحية مصنع للقديسين. البيوت المسيحية مصنع للقديسين، وليس عبثا أن كنيستنا القبطية الأرثوذكسية المقادة بالروح القدس منذ عصر آبائنا الرسل إلى الآن، والتي يعمل فيها الروح القدس من خلال الأسرار المقدسة، إننا امبارح احتفلنا بعيد الرسل، صح كده؟ والنهاردة عشية عيد الأنبا شنودة، ونتذكر كلمة السيد المسيح لتلاميذه قبيل صعوده في إنجيل معلمنا لوقا: وتكونون لي شهودا، الأصحاح 24. وكأن الكنيسة أو كأن تعليم المسيح لا يقصد بالشهادة هي شهادة الدم فقط، وإن كانت شهادة الدم دي أسمى مرتبة في الكنيسة تضعها بعد الملائكة وبعد الست العذراء أولا. وكأنما بتقول أو تعليم ربنا يسوع المسيح بيقول إن كانت هناك شهادة الدم لكن هناك شهادة السيرة وهناك شهادة الحياة وهناك شهادة الإيمان وهناك شهادة الحق وهناك الشهادة المسيحية التي قال عنها السيد المسيح: ليروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أبوكم الذي في السماوات. لو تأملنا النهاردة في كلمة أن البيوت المسيحية هي مصنع للقديسين،
لو رجعنا لحياة القديس العظيم الأنبا شنودة رئيس المتوحدين هنلاقي إنه كان له أبوين مثل كل واحد فينا، ولكن هناك فرق ما بين هناك أب وأم يعلمون الرسالة التي وضعت على عاتقهم، لذلك يجتهدوا في تربية أولادهم، ولذلك ينشئوا أولادهم على تعاليم السيد المسيح وعلى تعاليم الكتاب المقدس التي قال عنها داود النبي: لو لم تكن شريعتك تلاوتي لهلكت حينئذ في مذلتي. فنجد الأنبا شنودة رئيس المتوحدين هو من قرية شندويل، وكلكم عارفين القرية دي أو هنا في سوهاج، ولكن كما قال معلمنا بولس الرسول إلى تلميذه تيموثاوس: أنا أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي فيك، الذي سكن أولا في جدتك لوئيس وأمك أبانيكي، ولكني موقن إنه فيك أيضا. يا ترى كل أم وكل أب، أنت مش مسألتك إنك أنت تأكل وتشرب وتعلم، لكن مسؤول إنك أنت تصنع أولادا للملكوت مع المسيح. الكنيسة بتسلمك الطفل من أول ما يتعمد، يقول لك أنت الآن صرت مسؤولا عنه روحيا وتعليميا وأدبيا وتربويا واجتماعيا. نهتم بأولادنا بكل شيء أيها الأحباء، وده حاجة كويسة، لكن للأسف عند الروحيات بتاعتهم نبحث عن أولادنا. يعني اعمل حسابك إنك في اليوم الأخير سوف تعطي حساب عن الوزنات التي أعطاها لك الرب. عشان كده الكتاب أو معلمنا بولس الرسول في الرسالة إلى أهل كلوسي ينبه كل أب وكل أم ويقول: أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لئلا يفشلوا. أيها الآباء، أيها الأمهات، لا تغيظوا أباء أبنائكم لئلا يفشلوا. قيل على الأنبا شنودة رئيس المتوحدين إن أبواه ربياه تربية مسيحية، ولما نقول تربية مسيحية يعني تربية تختلف عن العالم. الناس دلوقتي بتستعجب احنا ليه مختلفين، وكأن اختلافنا وتبعيتنا للمسيح دي سمة نريد ان نتخلص منها، ولكن السيد المسيح اعطانا هذه السمة لكي ما نكون زي ما قال: انتم ملح الارض، انتم نور العالم. لما قيل إن أبواه ربياه في تعليم الكتاب وتعليم الوصية، يبقى هناك مخافة في البيت، وهناك بيت مقدس، وهناك صلاة مرفوعة، وهناك أيضا مذبح عائلي بيكون في ذلك البيت. النقطة الثانية اللي احنا عاوزين نتكلم عليها في حياة الأنبا شنودة وتربيته المسيحية، وبعد أن خرج وترك العالم وهو سنه 9 سنوات والتحق بالدير البحري عند خاله الأنبا بيجول، وزي ما بتقول القصة إن فيما يبارك الأكبر الأصغر، نجد أن الأنبا بيجول يبارك من عن أنبا شنودة الأصغر، لأن روح الله الساكن في ذلك القديس كشف
للأنبا بجول أن الأنبا شنودة رئيس المتوحدين سوف يصير كوكبا عظيما. وعندما التحق بالدير انطبقت عليه تلك الآية التي قالها معلمنا بولس الرسول لتلميذه تيمساوس حينما يوصيه في تلك المسؤولية التي أوكلت إليه والتي كان هو أسقفا فيها، يقول له: لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، فإنك إن فعلت هذا فإنك تخلص نفسك والذين يسمعونك. والحتة دي لأن إحنا كخدام أو لينا إحنا كبيوتنا أو لينا إحنا السؤال ده قد يكون أنا لي اسم رنان سواء في مجال الخدمة أو في مجال الكهنوت أو في رجال الإكليروس، وقد أهتم بكل شيء ولكن خلاص نفسي أكون بعيدا عنه. عشان كده كل ده جرس انذار لكل إنسان فينا. الله يقول له: فيما أنت تخدم فلاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، فإن فعلت ذلك فإنك تخلص نفسك والذين يسمعونك. ونجد هذا هو فكر الأنبا شنودة رئيس المتوحدين عندما استلم وصار قائدا للرهبنة القبطية في جبل أدريب. اهتم وبيسموه في الكتب القديمة إنه زعيم الأدب القبطي، وكان مصريا حتى النخاع. فنجد أن الأنبا شنودة رئيس المتوحدين التحق والتف حوله مجموعة من الشباب والشباب والشابات، وأنشأ دائرة للرهبان ودائرة للراهبات، قربوا عدد الديرين إلى 4000 نفس. نجد الأنبا شنودة اهتم بالتعليم من ناحية القبطية ومن الناحية وتنقية اللغة القبطية من اللغات الأجنبية الأخرى. نجد الأنبا شنودة إنه كان زعيما وطنيا، ونجد أنه التجأ إليه كثيرا من الناس وكثيرا من الأماكن المحيطة لكيما يرفع عنهم الجور ولكيما يكون ملجأ حتى في وقت المجاعات. قيل عن الأنبا شنودة أنه، أو كما يعرف في التاريخ، أنه كان دائم فاتح أضيرته لكل من هو يأتي إليه سائلا أو يأتي إليه يطلب شيء. في حياة القديسين أحبائي ليس احتفالنا هو عبارة عن تقضية وقت، أو ليس هو احتفالنا يخرج عن المفهوم الروحي، لكن احتفالنا هو لكيما نستعيد سيرة هؤلاء الأبطال وهؤلاء القديسين، هؤلاء العظماء الذي صاروا لنا كمثل كواكب تضيء لنا في زمان غربتنا. وكما قال ذلك العروس لتلك العروسة في سفر النشيد: إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء فأخرجي على أصار الغنم. فأرجو أننا نعيد إكرام القديسين بالاحتفال الذي يجب أن يكونوا فيه، لأن المسيح قال: أكرم الذين يكرمينني، أما الذين يحتقرنني فهما يصغرون.
فيجب علينا أيها الأحباء، فرحة الأعياد لا تنسينا قدسية المكان، فرحة الأعياد لا تنسينا أن يجب علينا أن نستفيد ونأخذ الدروس من تلك القامات الروحية التي أحبت الرب بأمانة. والتي انطبق عليها ذلك القول في نهاية حياتها: لأنك كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير. احتفالاتنا أيها الأحباء لا تخرج عن الإطار الروحي، ليست هي عبارة عن يعني أسميها إيه؟ مش عارف أسميها إيه؟ مش عارف ما يعني كيف أسميها اسم، لكن لا يجب أن يكون مثل هذا الاحتفال. حياة القديسين هي حياة نموذج لوصية الله ولأناس الله القديسين الذين عاشوا بالأمانة وعاشوا بالحق، عشان كده استحقوا أن الكنيسة تكرمهم في أيام نياحتهم، تكرمهم بالصلوات، تكرمهم بالاحتفالات والتماجيد، وليست تكرمهم بالهتافات أو الخروج عن أي ما هو عن قدسية المكان أو قدسية البيعة. أعياد القديسين أيها الأحباء نلاقي في الأبراكسيس، في سفر في الأبراكسيس من أعمال الرسل، الكنيسة تختم بجملة بتقول: ولم تزل كلمة الرب تنمو وتثبت في هذه البيعة المقدسة. وبعد كده تكمل تقول لنا النهاردة اليوم الفلاني عيد استشهاد أو عيد تذكار القديس فلاني أو الشهيدة فلانية. عاوزة تقول إيه؟ عاوزة تقول إن سفر أعمال الرسل يلحق على طول السنكسار، وهو دليل على إن الروح القدس الذي كان يعمل ولا زال يعمل، كان يعمل في الكنيسة في العصر الأول المسيحي، لا زال يعمل ويقدم لنا نماذج من القديسين والشهداء. وتلاقي إيه؟ ما تختمش غير إنها كلمة ربنا: لم تزل كلمة الرب تنمو وتثبت في هذه البيعة المقدسة وكل بيعة، عشان تفكرنا إن كل أم وكل أب مطلوب منه إن يبقى مصنع آخر للقديسين، كما كان أبو القديس الأنبا شنودة وأم القديس الأنبا شنودة، وادولنا نموذج لذلك البيت المسيحي الذي أخرج لنا ذلك الكوكب العظيم القديس العظيم الأنبا شنودة رئيس المتوحدين. بركة وشفاعة سيدنا، بركة وشفاعة القديس العظيم الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، وشفاعة كل الشهداء والقديسين وأمنا العذراء مريم، تدينا إن احنا نكون سامعين وعاملين لكي ما نسير في أيام غربتنا بكل أمانة وبكل إخلاص. ربنا يفرح قلبكم ويدبر حياتكم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.